القتلى بمناطق الغوطة الشرقية. انتشرت مؤخرا جمعيات خيرية وإغاثية أسسها ناشطون لرعاية الأيتام وأسر شهداء الصراع في سوريا. تقوم هذه الجمعيات بدور الكفيل لأيتام الثورة السورية من خلال توزيع مبالغ شهرية لتعين الأسر المنكوبة على مصاعب الحياة. التقرير التالي يسلط الضوء على إحدى هذه الجمعيات بمدينة صقبة. للأطفال في الغوطة الشرقية من الأيتام وأبناء شهداء الثورة أن يفرحوا كل بداية شهر، ذلك عندما عمل المكتب الإغاثي الموحد في الغوطة على تأمين كفالة لكل يتيم، وهي عبارة عن مبلغ مادي يوزعها ما بات يعرف ببيت رعاية اليتيم في مدينة صقبة، بعد أن قام بتوثيق أسماء الأيتام وأبناء الشهداء. الغوطة الشرقية في مدينة صقبة نقوم بتوزيع المعاشات الشهرية لكفالة الأيتام. البالغ عدد الأيتام في مدينة صقبة حوالي 490 يتيم عندنا بصقبة. هلا عم نوزع لهم كفالة شهر 8 بسبب تأخر وصول الدفعات إلى المدينة. تقصد عائلات الشهداء المكتب بهدف جدولة أسماء أطفالها وتنفيذ إحصاء دقيق لهم، من ثم يقوم المكتب باعتماد إضبارة لكل عائلة لتتسلم مبلغا يعينها على مصاعب الحياة وارتفاع الأسعار. كنوع من التضامن الاجتماعي يستمر النشطاء بالسعي للوقوف عند حاجات الأيتام كلها في المدينة التي نكبت قصفا وغازات سامة إبان الضربة الكيماوية على الغوطة الشرقية. الغوطة الشرقية والحمد لله من كفالة اليتيم عم يعطونا، في المجتمع السوري ثمة وجود لأيتام كثر فقدوا آباءهم ومن يعيلهم في الأحداث التي تشهدها سوريا. في المناطق المحررة يتولى ناشطو كل بلد مسؤولية تنظيم العمل لكي يوصلوا للأيتام ما يستحقونه من جمعيات خيرية وإغاثية انتشرت مؤخراً.